سيداتي سادتي اهلا وسهلا، اليوم نقدم لكم واحد الوصفه اللي ما غتكلفكمش بزاف، واللي هي عباره عن ستيك او بوافر اللي غتمشي معاه دي بوم سوتي بيرسي. في هذه الوصفه غنحتاجو 200 غرام ديال ستيك، شامبينيو، زبده، قزبور معدنوس، شويه ديال زيت العود، نص كاس ديال الحليب، شويه ديال الفرماج فخي، مايزينا، بطاطا، ملحه، هذه تتسمى صوص انغليز تلقاوها في السوبر مارشي. هاد الابزار سميتو مينيونيت ولا كونكاسي ديال الابزار الكحل، كلكم ديروه عندكم في الدار بشي مهراز. شويه ديال صوص سوجا وشويه ديال كان فريش زائد لا مدمنة ديال البقري. ودابا غنبداو بالبطاطا ديالنا، غنقطعوها على شكل بوتي دي. غناخدو شويه زيت العود وغناخدو البطاطا ديالنا وغنسوطيوها، غنزيدوها شويه د الزبده وغنخليوها طوندو واحد 20 دقيقة في الفرن. ودابا غنبداو باللحم ديالنا، غنباديجونيوه بالزبده وغنخويو فيه داك بوافر كونكاسي. غنحاولوا يفلو شي شويه باش تدخل فيه الطياب. غناخذوا تقريبا نص كاس ديال الحليب وغنخويو فيه مايزينا. هاد مايزينا غنخويو شويه الصوجا، غنخويو داك لاصوص اونغليز لا لا ورشيستر صوص، شويه ديال الفرماج. غنشوفوا الطياب ديال ستيك ديالنا هما تتشوفوا تحمر، غنقلبوه. غناخذوا الشامبينيون ديالنا هو غنسيزليوه، ماشي غنيمنسيوه، غنسيزليوه و ا دومي كويسون غنخويو فيه الشامبينيون اللي غيتسوطاو، العمليه تتسمى سوطي. غنديكلاسيو داك الخليط اللي صوبنا وغنتسناو لا ريدكسيون. خويو بشويه بشويه، ودابا غناخدو شويه ديال لاكريم وغنخويوها فيه شويه ديال الضماد ديالنا. ومن بعد واحد 20 دقيقه ها هو ستيك ديالنا طاب. اون فالاغوزي ان بو لا صوص ديالو، ها هي اونكتيوز. وغناخدو الطاطا ديالنا خرجه من الفران، كون فا سوبودري دو بيرسيل. ودابا غنمشيو للدريساج. والبلا ديالنا ها هو موجود وتنقدمو ليكم بالصحة والعافية.